يا ماما كرمال الله وافقي على حضانة وسيم، ما بدي اعير باب بيت جده. خير. ماما معقول بابا حاقد عليك كل هالقد؟ طيب نعم. وسيم شو دخله بينك؟ ما يدعو لك، مين حضرتك؟ أنا زوجها. طيب تفضل وقعي هون لسلمى. وين هون؟ ايه تفضل. يعني ما في أمل تساعده؟ يسلم. طيب خلص يلا برجع بحكي معك بعدين. شو هاي الورقة؟ هذا تبليغ مشان نزح حضانتك عن وسيم. خلينا نسافر برا البلد. شو يعني نهرب؟ أكيد نهرب. ما بتقدري تطلعي برات البلد، بدك موافقة الوصي الشرعي. قولي تخيل الله. إن شاء الله أكيد في حل، ما لازم يكون في حل. حبيبتي أنت شو بيرضيكي؟ شو بيريحك؟ حنين انت رح تخسري كثير هيك يا حنين. ليش؟ لانه اول ما يخلق ابني اللي هو ببطنك هلا رح اخده منك، وبالتالي رح تكرري نفس المأساة اللي عايشتيها. سلفا انت خسرانه بيت عمك واهلك، يعني ما عاد في الك سند غيري. فهميني أنا ما بقدر أعيش بدونك. وسيم